السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير، يعطيكم العافية. اليوم السبت، الطيور تترزق، الله شوف حركة السمك الصغار ما شاء الله، كل واحد يدور رزقه، الطيور تدور رزقها، وفي واحد هني بعد منخش يدور رزقه، هذا هو قاعد مريح هني على البحر، مو بس البشر يدوروا البحر، حتى سنانين. ما شاء الله ضباب بحر سنابس.